جمعيس. دي عتم المرايا ويخلعها. بالك يسمعك يجوزك تتعشى. خد بالك يا مولاي. عاشر العاشر. وين راهو؟ حكمته كشوف. كنت في السوق تاع العواد كالعادة. روح الدار معاه انت. استنى ابو زميش، استنى نهضر معك. اصبر دقيقة، شوف الهادو ما مساكن ما غادوكش، مايدين مع صباح ربي الحليب وما صح لهمش. ماذا بيك ترجعهم لمواليهم حيين؟ على بالي تخدر اللي عندها يا سخصيتني يا السوق. أو طالع السماسري قال لي العواد مازالهم سخونين شوية يا درا، كي دخلوا العواد ما نتروازهم بين السماسري يريبوا خلاص. ايو تقدر تربط وليدي. شكون يجوز يتعشى؟ حتى واحد. سوي الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.